ما تناسب الناس اللي يستشعر شعرهم كثير. انا ما استشعر شعري كثير والله والله مره صايره قليل. او ام تيلينج يو لايك الدراي كاتس ار منت للناس اللي شعرهم طبيعي دائما وابدا. اوكي انت حتستشعري شعرك الدراي كاتس حتبان كذا. اوكي واللي حتطلع كذا. سو دراي كاتس ما تنفع للناس اللي يستشعروا شعورهم. اوكي يس ما تنفع للناس اللي يستشعروا شعورهم. ما تنفع للناس اللي ويلي ما يعرفوا يسووا ستايلينج لشعرهم. Okay. الناس اللي يسووا دراي كاتس لازم يكونوا مرة فاهمين لشعرهم وكيف يسووا الستايلينج. اوكي okay. وتجيني وشعرها مغسول فريش اوكي okay. وستايلد بليف ان بيرفكتلي وانا ابصه على اللي هي تسويه. اوكي okay. يصير هي لما تروح البيت تسوي ستايلينج لشعرها يطلع نفس الشيء نفس الشكل. لان انا ما كنت بقول لك اصلا هذه النقطة خاف استشعر يطلع شكله غير عن كيرلي. مو هو ده. فحنقص على شعر مبلل. فحنقص على شعر مبلول حنستخدم تكنيك شوية غير. اوكي. حنقص على شعر مبلول كلاسيك كات بعدين لما تنشف تماما. يس. حنسوي تعديلات على الدراي وهو كيرلي على طبيعته بدون اي تلاعب باي فينجر كويلينج على طبيعة الكيرل نفسها. اوكي. وعلم العادة يعني انا اعلم الشخص اللي قدامي كيف يسوي ستايلينج احسن شيء لشعرهم. اعلم الشخص اللي قدامي تسوي ستايلينج تصير she can achieve the best her curls اللي تقدر تطلع عليه بنفسها في البيت. اوكي يعني حتعلميني اليوم how to curl. انا بقى show you. انا بالنسبه لي احب الطرق السهله اوكي اللي اخلص بسرعه. اوكي انا احب انه الواحد تقعد وقت طويل لانه مو هو it's not realistic. انت yeah, yeah, yeah. No, no. ما عندي وقت تسوي كل خصه في الكويلينج. عندي بزارين بعلمك the most effective way انه you keep your curls nice and healthy. Let's cut. Yeah.